برق كثير منها تلك الصواريخ الحوثية في سماء السعودية، ووصل بعضها إلى العاصمة الرياض. إن جانبت أهدافها فقد أصابت غايتها مجابهة جماعة الحوثي للمملكة. شوف شوف شوف، هجوم باليستي جديد باتجاه الرياض، وست طائرات مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه مناطق متعددة في السعودية. اعترضت قوات التحالف نيرانها وفق الناطق باسم قوات التحالف. فالطائرة المسيرة استهدفت مدنيين ومناطق سكنية جنوب المملكة في جازان وخميس مشاط. صدها تسبب بسقوط شظايا على أحد المنازل وفق الناطق باسم التحالف. تلك عملية توازن الردع الخامسة وفق المتحدث باسم القوات الحوثية. ستتوسع العملية أكثر فأكثر طالما استمر العدوان والحصار على اليمن، يقول سريع. تم تنفيذ العملية بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار وخمسة عشر طائرة مسيرة، منها تسع طائرات مسيرة نوع صمات ثلاثة. قبل ذلك هاجمت جماعة الحوثي مطاري جدة وأبها الدوليين بطائرات مسيرة، توقفت على إثرها الخدمة في المطارين لساعتين، يقول المتحدث باسم القوات الحوثية العميد يحيى سريع. وضعت الجماعة على القائمة الأمريكية للإرهاب وأنزلت عنها، لكنها ما تزال كما يبدو تعتلي المنارة تصوب الضربات بأسلحتها باتجاه السعودية. لوحظ تكثيفها لتلك العمليات في الأسابيع الأخيرة، الفترة نفسها التي أبعدها فيها بايدن عن تهمة الإرهاب، واسترسل فيها المبعوث الأممي يجدد مواثيق العملية السياسية، وتدعو فيها الولايات المتحدة إلى أن تسد تلك الفوهات ليسمع ما بقي في اليمن من أنين الحياة.